بسم الله الرحمن الرحيم. أضع وأنجز العملية التالية. لدينا هنا الوضع الأفقي. عملية ضرب 1238 في 459، يعني 1238 459 مرة. إذن هذا هو الوضع العمودي. السطر الأول نضرب في 9، السطر الثاني نضع نقطة ونضرب في 5، السطر الثالث نضع نقطتين ونضرب في 4. عملية ضرب إنوبيغاسيون دو ملتيبليكاسيون، نبحث عن الجداء لو برودوي. 9 في 8 72، أكتب 2 أحتفظ بسبعة. 9 في 3 27 زائد الاحتفاظ 7 34، أكتب 4 أحتفظ بثلاثة. 9 في 2 18 زائد 3 21، أكتب 1 أحتفظ بإثنان. 9 في 1 9 زائد 2 11، وأكتب 11 بالكامل لأنني أنهيت السطر الأول. أضع هنا نقطة تحت الوحدات أو الصفر. 5 في 8 40، أكتب 0 أحتفظ بأربعة. 5 في 3 15 زائد 4 19، أكتب 9 أحتفظ بواحد. 5 في 2 10 زائد الاحتفاظ 1 11، أكتب 1 أحتفظ بواحد. 5 في 1 5 زائد الاحتفاظ 6. الآن أضرب في 4 ولكن أضع نقطتين. لماذا؟ لأن 9 زائد 50 زائد 400، 50 فيها 0، 400 فيها 0. 4 في 8 32، أكتب 2 أحتفظ بثلاثة. 4 في 3 12 زائد 3 15، أكتب 5 أحتفظ بواحد. 4 في 2 8 زائد الاحتفاظ 1 9. 4 في 1 4. الآن عملية الجمع. اثنان زائد صفر اثنان، أربعة زائد صفر أربعة، واحد زائد تسعة عشرة زائد اثنان اثنى عشر، أكتب اثنان أحتفظ بواحد. واحد زائد واحد اثنان زائد خمسة سبعة زائد الاحتفاظ ثمانية. واحد زائد ستة سبعة زائد تسعة ستة عشر، أكتب ستة أحتفظ بواحد. 4 زائد الاحتفاظ 1 5. الجداء المحصل عليه 568242. نف وويت فون 72، جيكري 2 جو روتيان 7. نف و 3 فون 27 بليس 7 34، j'écris 4, je retiens 3. 9 fois 2 font 18, plus 3, 21. J'écris 1, je retiens 2. 9 fois 1 font 9, plus 2, 11. Et cetera. Donc le produit est 568242. Voilà, الوحدات ما تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، الآلاف تحت الآلاف إلى آخره. لي زينيتي سو لي زينيتي، لي ديزين سو لي ديزين، لي سنتين سو لي سنتين، لي ميلي سو لي ميلي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.